مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الاجزخانه. اولا احب اهني كل شباب دفعه صيدله 2018 و2019 اللي الوزاره اعلنت الاسبوع اللي فات فتح باب تكلفه. دفعه 2018 بالذات من اكثر الدفعات اللي تكلفه متاخر جدا، وكان بقالنا فتره كبيره بنطالب الوزاره بتكلفهم خاصه لسد الاحتياج في الاطقم الطبيه، لكن اخيرا هيتم تكليف 31,000 صيدلي من ايه بقى؟ من دفعه 2018 دور اول وتاني وفبراير ويناير 2019. طيب ودفعه كمان 2019 دور اول وتاني وفبراير ويناير 2020. طبعا التوزيع على وحدات الوزاره هيكون على اساس الاحتياجات اللي كان بتتجمع منهم خلال الشهر اللي فات، والرغبات اللي الصيدلي هيدخلها، واخيرا التقدير التراكمي. وتم الإعلان عن موعد تسجيل البيانات واستيفاء، وعلشان نتعرف أكتر على التفاصيل معانا دكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة العامة للصيدلة. دكتور عصام أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور أمجد والسادة المشاهدين. دكتور عصام، كل سنة كان بيكون عندنا حوالي 16,000 صيدلي بيتخرج وبينتظر التكليف، والتكليف بيتأخر كالعادة، ونفضل نسمع كلام عن الاحتياجات السنة دي. بعد 2018 اتأخروا بشكل كبير من أي دفعة، و2019 كمان هيتكلفوا معاهم. يعني عايز أقول النهاردة بقى عندنا 31,000 صيدلي، إزاي هيتم توزيعهم يا دكتور عصام؟ والله اولا يعني ان الدوله يعني الحمد لله تقوم تكلف دفعتين في نفس التوقيت، فده يعني مجهود يشكر للقياده السياسيه، السيد الرئيس طبعا، اولا مجهود من وزيره الصحه ان هي الفتره اللي فاتت ديت رغم كل ما قيل الا ان السيده تحملت مسؤولياتها وكلفت ابنائها من الصيادله في الـ الهيئات والمستشفيات الحكوميه. هو الفتره اللي جايه طبعا هيتم تكليفهم على وزاره الصحه القديمه، فيها ما زال فيها بعض الاحتياجات، وطبعا احنا عندنا مجموعه من الاماكن الجديده، الهيئات الجديده زي هيئه الدواء، هيئه الشراء الموحد، هيئه سلامه الغذاء، والتامين الصحي طبعا ده الاساس. الاماكن الجديده ديت كلها ان شاء الله هتبدا تستوعب، يعني من وجهه نظر حضرتك كل الاماكن الجديده دي هتستوعب الاعداد الكبيره دي يا دكتور؟ ايوه يا فندم. انت انا عايز اقول لحضرتك ان هيئه الشراء الموحد حتى الان لسه بتبني الهيكل بتاعها، يعني كل الدواء اللي هيبقى في مصر يعني اللي هيشتراه هيكون الشراء كله من خلال هيئه الشراء الموحد. تمام، هيئه جديده، بنيه اساسيه جديده في كل محافظات مصر، يعني ده موضوع كبير جدا هياخد ارقام كبيره. هيئه سلامه الغذاء والاغذيه والحاجات المتعلقه بالادويه فيها كمان، والحاجات ديت هيئه جديده هتنتشر على مستوى الجمهوريه. كل يعني حضرتك طبعا اللي بيسافر بره مصر بيدخل بعض الصيدليات اللي هي الادويه اللي ممكن تباع في الصيدليات وتتباع في المحلات زي الادويه اللي هو الاوتو سي دراجز. طيب تمام؟ حضرتك ذكرت هيئه الغذاء. طيب دكتور عصام، من فتره كان في كلام عن تكليف الصيادله في هيئه الغذاء، وبالتالي هتستوعب 12,000، وبعدين عرفنا ان الرقم هينزل ل 500. ايه مدى صحه الكلام ده؟ وانا عرفت ان اثروا على زملائهم خريجي طب بيطري عامل مشكله او زوبعه اليومين دول، رد حضرتك ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، كل واحد هيشتغل شغلته الفتره اللي جايه. يعني احنا كنقابه صيادله مش هنسمح ان واحد يشتغل في الدواء غير صيدلي. الفتره اللي جايه هيئه سلامه الغذاء عندها قسم اسمه المكملات الغذائيه، وفي تسجيل وفي تصنيع، والهيئه بتعمل منصه الكترونيه تدخل في مجالات جديده جدا. احنا ما بنزاحمش حد في سوق العمل، الدوله هي اللي عندها رؤيه بتقول ان الراجل ده يتكلف في المكان ده بناء على الخبرات بتاعته والشهاده بتاعته. بس طول عمرنا نعرف ان هيئه الغذاء حق اصيل للاطباء البيطريين، عشان كده هم زعلانين. يا فندم هيئه الغذاء فيما يتعلق بالجزء بتاعهم بتاع الاغذيه واللحوم والحاجات ديت، لكن انا بتكلم على المكملات الغذائيه المختصه تبع الدواء. عارف حضرتك الدواء ده كان كل حاجه بتتسجل في هيئه وزاره الصحه سابقا. يعني هو اتعملوا جزء منهم يدخل تبع الادويه بس يتسجل تبع هيئه سلامه الغذاء. يعني المفهوم مغلوط يا دكتور عصام. يعني هل الدنيا مش واضحه عند زمايلنا الاطباء البيطريين؟ انا سامع ان هم عاملين جمعيه عموميه طارئه يوم الاحد اللي جاي بسبب الموضوع ده. يعني عايز اقول يعني هل الدرجه دي يعني كل واحد له شغله؟ يا دكتور عصام هل مش واضح ان هم لسه حقهم اصيل فيما يتعلق بمراقبه الاغذيه زي ما حضرتك ذكرت اللحوم، وانت بتتكلم على الادويه اللي هي حق اصيل للصيادله؟ هل الموضوع مش مفصول من الاساس؟ هو الواضح
ان الرساله مش واصله لهم كويس، دي نمره واحد. والواضح ان المطلوب من النقابه بتاعتهم توضح لهم اختصاصات ودور الطبيب البيطري في المنظومه بتاعته، تمام. لكن كل ما يتعلق بالدواء، انا بقول لحضرتك اقعد حضرتك من دلوقتي، ان كل ما يتعلق بالدواء الفتره اللي جايه باختصاص صيادله بس. وطالما كل واحد بيدور على اماكن، انا عندي اكتر من 300,000، النقابات التانية اكبر نقابه 50 ولا 60,000، تمام. انا عندي الدفعتين ثلاثه اللي اتخرجوا السنه اللي فاتت دولت بيقارب حوالي 52 53 ألف في صيدلي، ادي نقابه كامله من اللي بتتكلم دلوقتي. طيب ادي نقابه كامله، انا مش هسمح في الفتره اللي جايه كصيدلي ان حد يشتغل في الدواء غير صيدلي. اما زمايلنا في النقابات التانية ليهم كل احترام وتقدير، ولكن كل واحد يبحث عن دوره جوه منظومه. طيب دكتور، أكتر من تمام. دكتور عصام، النقابة العامة من سنين فتحت ملف التكليف، وبما انها فتحت ملف التكليف ده عايزين نعرف ايه اثر اعداد خريج الصيدلة الكبير على حقوقهم، وايه الاليات اللي احنا ممكن نوصل لها عشان نحل الموضوع جذري، ومش كل سنة بقى نفضل نكرر لا ده بالعكس ده المشكلة كمان بتزيد سنة على سنة. ايه الاليات عشان نخلص بقى من الموضوع ده؟ يعني ينفع شباب يقعدوا سنتين ينتظروا تكليفهم يا دكتور عصام؟ لا طبعا ده ما ينفعش. طبعا حضرتك عارف ان النقابه العامه تحت الحراسه بقى لها سنه ونص، يعني حاجه كده. ايوه ماشي، ذنبهم ايه الشباب دول؟ ذنبهم ايه؟ لكن قبل كده كانت النقابه بتخاطب الدوله. ماشي، انا 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 صيدلي يا دكتور عصام، انا صيدلي شاب، انا ذنبي ايه بقى؟ خلافات النقابه بقى والتحت الحراسه، انا ذنبي ايه؟ يعني انا بقول لحضرتك كان قبل الحراسه النقابه بتخاطب الدوله سنويا بتقليل اعداد الخريجين، وكان في مشروع تقدم للدوله من فتره. الدوله السنه اللي فاتت لما لقت الاعداد زادت عن الحد ومفيش فرص للتعيين، بدات تضغط على كليات الخاصه ان هي تحدد الاعداد ب 300 صيدلي لكل كليه خاصه فقط، 300 طالب داخل لكل يعني 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 جامعه من الجامعات. فده بينعكس على سوق العمل الفتره اللي جايه. احنا كدورنا كنقابة والاليات بتاعتنا ان احنا ندور لهم على اماكن زي ما حصل في التأمين الصحي، زي ما يعني موضوع هيئة الشراء الموحد ده ما كانش حد يعرف عنه حاجة، واحنا خلال السنة اللي فاتت طلبنا من وزيرة الصحة ومن الجهات ان هي تكلف الناس في الهيئات الجديدة ديت. هيئة سلامة الغذاء ديت اللي الرقم مش 500 زي ما الناس بتقول، لا الرقم اكبر من كده لانهم بيفتحوا فروع على مستوى الجمهورية. احنا بنحاول نحط الفترة اللي جاية، احنا دكتور امجد عندنا ما يقارب 100,000 طالب في كليات الصيدلة الفترة اللي جاية، فاحنا بندور لهم من دلوقتي الناس دي لما تتخرج تروح تشتغل فين. طيب مش هنسيب الموضوع اعتباطا كده الفتره اللي جايه. وجهه نظر حضرتك منظومه التامين الصحي الجديده، عايز اعرف راي حضرتك ايه ودور الصيادله هيبقى فيها ايه يا دكتور؟ يعني منظومه التامين الصحي الشامل الجديده طبعا مميزه جدا. انت عارف حضرتك ان انا عضو مجلس اداره بصفتي هناك. المنظومه بتدي مرتبات جيده جدا للاعضاء اللي شغالين فيها في كل القطاعات، سواء اطباء او صيادله او اسنان او علاج طبيعي او تمريض. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الصيدلي الحمد لله في منظومه التامين الصحي بدانا ببورسعيد. احنا كان عندنا مشكله صغيره لما بدات الاعداد هناك، كان في زياده في اعداد الصيادله. يعني تم التواصل مع رئيس الهيئه في ذاك الوقت الدكتور خالد النوري، الراجل مشكورا. الصيادله بداوا يمسكوا قطاعات جديده جدا كانت بعيده عنهم، اللي هو الاحصاء والجوده والاتش ار، وما عادش دور الصيدلي النمطي الموجود العادي. يعني المكتب الفني في رئاسه الهيئه، انا عايز اقول لك اكتر من حوالي 50% من اللي بيديروا القطاعات داخل المنظومه الجديده صيادله، وده بفضل الله وفضل اقتناع المسؤولين في وزاره الصحه في هيئه الرعايه الصحيه تحديدا، والدكتور احمد السبكي الموجود حاليا، بدور الصيادله ودورهم في المنظومه الطبيه والتامين الصحي الشامل. انا عايز اقول لك في تطور الفتره اللي جايه، ان احنا خلال 15 يوم هيفتحوا التامين الصحي في محافظه الاقصر. تمام. فده يعني كان حضرتك ممكن حاجه يمكن تتقال لحضرتك، والصيادله اللي هناك هينضموا كل المستشفيات والوحدات، هيلاقوا فرق كبير جدا في في طريقه التعامل، هيلاقوا فرق كبير جدا في المدخول. دكتور عصام انا بشكر حضرتك جزيلا، دكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابه العامه للصيادله، على افادتك لكل المواضيع اللي اتكلمنا فيها. بالنسبه لشباب 2018 و2019، الاول مبروك ليكم وبالتوفيق في كل الجهات ان شاء الله اللي هتتكلفوا فيها، وان شاء الله تكونوا على قد المسؤوليه زي عهدنا بيكم دايما. ما تنسوش تبداوا تسجيل بياناتكم من 31 اكتوبر لمده اسبوعين. اما السبت اللي جاي 17 اكتوبر عندنا حدث تاني مهم، حسب ما اعلنت وزاره التربيه والتعليم هيكون ميعاد بدايه الدراسه، ودايما على المستوى الصحي بدايه الدراسه ومع تقلب الجو خلال فصل الخريف وبدايه الشتاء بتكون مصحوبه بتحدي كبير للاسر اللي عندها اطفال في سن المدارس.
ما بين انفلونزا التهابات الحلق سواء سبب فيروسي او بكتيري، التهابات الاذن الوسطى، التهابات الشعب الهوائيه، كلها امراض معديه تنتشر بين طلاب المدارس. والسنه دي في ظل استمرار وجود وباء عالمي التحدي اكبر، حتى برغم ان الوزاره بتقلل اعداد ايام الحضور، لكن لازم نهتم بالوقايه ونعرف ازاي نحافظ على اولادنا في الفتره دي. عشان كده بعد الفاصل هيكون معانا الدكتوره هاي عصام مدرس طب الاطفال. اهلا وسهلا بكم مره تانية. انضمت لينا دكتوره هاي عصام مدرس طب الاطفال والتغذيه الكلينيكيه جامعه عين شمس، عشان نعرف ازاي نحمي اطفالنا خلال فتره المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا. دكتوره هاي اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك دكتور امجد، في البدايه احب اشكر حضرتك على استضافه حضرتك ليا النهارده، ويشرفني وجودي معاكم النهارده. شكرا يا فندم. موضوع الساعه هو المناعه، كيف يكتسب الطفل مناعته بعد الولاده؟ عند حضرتك حق طبعا، ان موضوع الساعة دلوقتي هو المناعة فعلا، لان خصوصا في الايرا اللي موجودة دلوقتي بانتشار الكوفيد 19، والسؤال ده مهم جدا جدا. هو فعلا الطفل بيكتسب المناعة بعد الولادة، هو بيتولد وجهاز المناعة بتاعه غير مكتمل وغير قادر على ان هو يقدر يقاوم الفيروسات والبكتيريا اللي موجودة في البيئة المحيطة به. ربنا بيبعت له كنز مهم قوي، وهو الكولوستروم، هو لبن السرسوب اللي بيتفرزه الغدد اللبنية في اول 3-4 ايام بعد الولادة. هو كنز، هو مليان بالأجسام المضادة والفيتامينات والمعادن اللي بتقدر انها تحمي الطفل وتقوي مناعته وتعزز المناعة دي. وفي كمان خلايا نشطة، الخلايا النشطة خلايا مناعية نشطة بتقدر ان هي تحمي الطفل ده من الفيروسات والبكتيريا اللي احنا قلنا عليه. طيب الأطفال بقى اللي عندهم ضعف مناعة، ايه اهم المشاكل اللي بيعانوا منها؟ يبقى عندهم في امراض مختلفة بتبقى مرتبطة بنقص المناعة، منها عدوى العدوى التنفسية المتكررة اللي بتحصل في الأطفال. فتيجي الأم تقول يا دكتور أنا ابني طول الصيف أو طول السنة أو طول الشتاء عنده صدره تعبه، يخلص من دور يروح لدور تاني، هو مش بيخف خالص. وهنا بقى لازم نفرق بين الحساسية، يعني في أطفال بيبقى عندهم حساسية سواء حساسية أنف أو حساسية صدر، واطفال عندهم فعلا عدوى متكرره، لان هنا بيبقى العلاج مختلف عن هنا خالص. هو ده مش موضوع حلقتنا النهارده، بس دي واحده من الحاجات المرتبطه بنقص المناعه. كمان اضطرابات الجهاز الهضمي مهمه قوي برده، وليها علاقه بنقص المناعه. اضطرابات الجهاز الهضمي، النزلات المعويه المتكرره، الامراض المناعيه الذاتيه برده مرتبطه بنقص المناعه. طيب مع دخول المدارس الامهات بتبقى قلقانه جدا، اولا بسبب ضعف المناعه عند الاطفال، وسبب الازدحام وانتشار الامراض المعديه. ايه اهم الوسائل اللي يجب اتباعها لحمايه ورفع مناعه هؤلاء الاطفال؟ من اهم الحاجات اللي مهمه جدا عشان نقدر نخلي اطفالنا يقدروا يقاوموا العدوى الفيروسيه او البكتيريه اللي ممكن تقابلهم وتواجههم، هي التغذيه السليمه. لازم نقدم لهم وجبات متكامله. الوجبه مش بس الوجبه اللي بتديهم الطاقه، لا، هي لازم تحتوي على حاجه اسمها المايكرو نيوترينت، الفيتامينات والمعادن اللي هتقدر تمد جسمهم او تقوي جهاز مناعتهم بحيث ان هو يقاوم هذه الامراض. زي ايه؟ زي الفيتامين سي. فيتامين سي جد مهم جدا جدا لجهاز المناعه، هو يعتبر من اهم مضادات الاكسده اللي بتحمي الخلايا المناعيه بتاعتنا. موجود في ايه فيتامين سي؟ ممكن نلاقيه في الجوافة وفي الكيوي وفي الفلفل وفي البرتقال. ده الفيتامين سي. الزنك كمان من الحاجات المهمة جدا، وليه دور مهم جدا في المناعة ما نقدرش ننكره. الزنك بيبقى موجود برضو في اللحوم وفي المكسرات وكمان في منتجات الألبان. كمان الحديد ليه دور فظيع وفعال مهم جدا في حفاظ في حمايه جهازنا المناعي، ان هو يقدر يقاوم الامراض والبكتيريا. وفي طبعا مصادر بتبقى مصادر حيوانيه للحديد ومصادر نباتيه للحديد. المصادر الحيوانيه زي الكبده وزي اللحوم الحمراء، والمصادر النباتيه زي السبانخ والبقوليات من الحاجات المهمه في الحديد. طبعا مش هنقدر ننسى الفيتامين بي. فيتامين بي ده مهم جدا، وكمان موجود في ايه الفيتامين بي؟ فيتامين بي موجود في اللحوم الحمراء برده، موجود في منتجات الالبان والبيض، ومهم قوي 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 ان هو موجود في الهول جرينز، في الحبوب الكامله. الحبوب الكامله بقى عندنا دلوقتي مشكله كبيره جدا في اطفال المدارس، ان هي الام بتوديهم المدرسه بالعيش الفينو، نسينا العيش البلدي بتاع زمان اللي فيه الرده اللي هتقدر تمدهم بالفيتامين بي اللي هيقدر يحميهم ويحمي جهاز مناعتهم. فيتامين دي كمان مهم جدا. فيتامين دي
مش هنقدر ننسى ان احنا لازم نعرض اولادنا للشمس، وان احنا نديهم اطعمه تحتوي على فيتامين دي زي الاسماك والبيض ومنتجات الالبان. في طبعا ده لو احنا هنقدر ندي الطفل هذه العناصر في الغذاء. في اطفال بيبقى عندهم مشاكل في التغذيه وبيبقوا صعبين جدا في ان هم مش بياكلوا الحاجات دي خالص، هو بينقي حاجات معينه بياكلها وحاجات تانية وهو مش بياخد فيها العناصر المفيده اللي احنا اتكلمنا عليها دي. فدول بنحتاج ان احنا نديهم حاجه اسمها سبلمنت، اديهم الحاجات دي من بره، اديهم الفيتامين سي واديهم الفيتامين دي واديهم الايرن والحديد واديهم الزنك. وفي عنصرين مهمين جدا 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 اتجهت ليهم الابحاث الفتره اللي فاتت وهم اللاكتوفيرين والكوليسترول. تمام، هو ده كان سؤالي بقى، ايه دور الكوليسترول في رفع المناعه يا دكتوره؟ دور الكوليسترول في رفع المناعه، الاول محتاجين نعرف هو ايه الكوليسترول وايه الفرق بينه وبين اللبن العادي عشان نعرف دوره في المناعه. اول حاجه الكوليسترول هو زي ما قلنا هو اللبن اللي بيتكون الغدد اللبنيه اول 3 4 ايام من الولاده، والكوليسترول بيبقى مميز بان هو عالي البروتين، بيبقى اكثر لزوجه من اللبن اللي بيتفرز بعد كده، وبيبقى كمان لونه مائل الى الاصفر. الكوليسترول مهم بايه؟ مهم جدا في تحفيز الجهاز المناعي، في الاجسام المضاده، في اللاكتوفيرين، في كمان خلايا مناعيه نشطه جاهزه تقدر تحمي الطفل ده. في كمان العناصر الغذائية، هو مش بس بيحتوي على الماكرو نيوتريينت على الليبيدز والبروتينز والليبيد والبروتينز والكربوهيدرات اللي هتمد الطفل بالطاقة، لا هو كمان بيحتوي على المايكرو نيوتريينت، هو فيه فيتامين A وفيتامين E وفيتامين C وفيتامين D، كل دي والبي كومبلكس كمان هو موجود في الكوليسترول. في كمان حاجة مهمة في الكوليسترول هو مضاد للالتهابات. مضاد للالتهابات ودي حاجة كانت بتميزه وبتخليه مهم جدا في الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، إن هو بيحميهم من مرض اسمه الـ NAC أو النيكروتايزنج انتيروكولايتس، فبيبتدي أو هو التهاب القولون في الأطفال، فهو مهم جدا. ومن هنا بدأ نستخدمه في حالات نقص المناعة اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول، عدوى الجهاز التنفسي المتكررة، في اضطرابات المناعة الذاتية المناعية الذاتية، وفي كمان اضطرابات الجهاز الهضمي ونزلات النزلات المعوية المتكررة. طيب الكوليسترول زي ما يعني معظمنا عارف بيبقى موجود في لبن السرسوم اللي هو اللبن اللي هو في اول 3 ايام، هل بيتساوى احتياج الطفل اللي خد لبن السرسوم؟ انت عارفه ناس كتير جدا اطفال كتير بترضع صناعي فبيفتقدوا موضوع الكوليسترول ولبن السرسوم، هل بيتساوى الاثنين في الاحتياج ولا ده بيبقى احتياجه اكتر ولا ايه رأي حضرتك؟ طبعا اللي رضع صناعي من الاول وما خدش لبن السرسوم ده هو خسر كنز، زي ما قلت لحضرتك في الاول هو اللبن السرسوب ده كنز، هو بيحميه من امراض كتيره وحاجات كتيره، عشان كده بدات هو ذنبه ايه؟ هل نقدر دلوقتي نديله؟ هي بدات زي ما قلت لحضرتك كده بدات الشركات من كتر الابحاث اللي اصدرت اهميه الكوليسترول، بدات الشركات انها تتجه لتصنيع من الكوليسترول وتمد بيه الاطفال دول من البوفاين كوليسترول. فهو في طبعا اختلاف بين البوفاين كولوستروم والهيومن، بس في الاخر هما الاثنين بيحتووا على العناصر المهمه لتحفيز جهاز المناعه. طب يعني معنى كلام حضرتك حتى خد اللي خد كمان لبن السرسوب او اللي رضع يعني طبيعي واللي رضع صناعي الاثنين يقدروا ياخدوا ويستفيدوا طبعًا بكل المميزات دي طبعًا. هل في جرعات معينه تقدري حضرتك تنصحي بيها؟ هي طبعا بتبقى حسب السن اكتر. هي حسب السن. لغايه سن قد ايه طيب ممكن يقدر؟ ممكن لحد الادلت ممكن ياخد لغايه يعني ما فيهوش اي بالعكس ما فيهوش اي ضرر. طيب ايه دور اللاكتوفيرين بقى في المناعه؟ اللاكتوفيرين هو ايه اللاكتوفيرين الاول؟ هو اللاكتوفيرين هو بروتين طبيعي موجود بيتكون من تقريبا 690 من مشتقات الاحماض الامينيه. ليه طبعا دور مهم جدا 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 في المناعه. ايه دوره في المناعه؟ اول حاجه ان هو في دور مهم جدا ان هو بيساعد على امتصاص الحديد. امتصاص الحديد فيقلل نقص الحديد فيبتدي ان الجسم ما يبقاش عنده نقص الحديد اللي هو بيعرضه اوريدي ليه ان هو يبقى عنده نقص مناعه، وكمان بيقلل كميه الحديد اللي موجوده في الجهاز الهضمي بتاعه اللي تقدر تستخدمها البكتيريا ان هي تقوي نفسها، البكتيريا والفيروسات ان هي تقوي نفسها وتهاجم جسم الانسان. دي اول حاجه. تاني حاجه هو في مضادات للاكسده ومضادات او يعتبر مضاد للاكسده ومضاد للالتهاب بيحمي الخلايا المناعيه بتاعتها. ايه تاني؟ كمان هو مهم جدا ان هو بيحمي خلايانا او الخلايا بتاعت الجسم من الميكروبات من الفيروسز والبكتيريا، مهم جدا في تحفيز المناعه التكيفيه بتاعت الانسان بحيث ان هو بيعمل على تحويل التي سيل والبي سيل وهم عمود
الجهاز المناعة بتاعنا ان هم بيحولهم من خلايا تبقى غير ناضجة لخلايا تقدر تبقى عندها كفاءة انها تواجه العدوى اللي ممكن يتعرض لها الانسان. يعني وجود الحاجتين مع بعض مفيد الاثنين مع بعض بيه مش كده؟ طبعا مفيد. طيب انا في تخصص حضرتك في تايتل انا قريته عجبني جدا يمكن مش موجود في مصر، ممكن تقوله لنا ايه التايتل ده؟ استشاري دولي للرضاعه الطبيعيه. طب عرفنا ايه التايتل ده، دوره ايه، وهل هو فعلا مش مشهور ليه في مصر كده؟ هو دلوقتي بدا ينتشر في مصر. حاجه مهمه جدا جدا جدا، كل الناس زمان متخيله ان لا ما هو كله بيعرف يرضع وكله بيرضع، لا هو القصه مش كده. هي الفكره ان في صعوبات وحاجات بتواجه الام وهي بترضع مش المفروض ان هي تواجهها، لازم تلاقي حد يساعدها. طب ممكن تفيدينا شويه يعني نصايح عامه يعني نبذه عن الحكايه دي للاطفال، سوري للامهات اللي بترضع؟ هي الامهات لازم اولا نبتدي ان احنا نعرفهم اهميه الرضاعه الطبيعيه من هم لسه حامل، هي الام حامل لازم الاول نفهمها يعني ايه رضاعه طبيعيه واهميتها ايه، واهميه انها لازم تبتديها بدري. احنا لسه متكلمين على اللبن السرسوب وعلى الكولوستروم، هو قد ايه مهم. هي ما ينفعش الفتره دي ما تديلوش من اللبن عشان بتبقى موجوعه او فيها مشكله، لا احنا لازم نقف جنبها ولازم نساعدها ولازم نشجعها من اول ما هي حامل وفي اوضه الولاده وبعد كده في اول الفتره اللي في اول 10 ايام. في عادات معينه او اكلات معينه تنصحي بيها للامهات في المراحل المختلفه دي؟ هي طبعا هي يعني في كونسبت خاطئ عند او معتقد خاطئ عند الامهات ان احنا لازم ناكل كتير عشان يقدر اللبن ينزل والبيبي يستفيد. طبعا الكلام ده مش صح، واحنا المفروض ناكل صح. لازم الاغذيه بتاعتنا تحتوي على العناصر المهمه اللي احنا قلناها قبل كده، لازم يبقى فيها الحديد ولازم يبقى فيها الزنك ولازم يبقى فيها الفيتامين بي ولازم يبقى فيها الاوميجا، لازم العناصر الغذائيه المهمه، مش لازم الكميه. هي الكمية مش هي اللي هتفرق، أنا الكواليتي أو الكيفية بتاعت غذاء الأم هو اللي ممكن يفرق في الرضاعة، لكن الكمية هي مش بتفرق خالص. طيب دخول المدارس إن شاء الله السبت الجاي 17 أكتوبر إن شاء الله، نصايح عامة بقى للأم عشان تتعامل مع طفلها في فترة دخول المدارس، لأن زي ما قلنا حضرتك في نوعين، في نوع من الأمراض طبيعي بيبقى معدي بغض النظر عن الكورونا، طبعا الكورونا جت زودت الأزمة شوية، النصائح اللي تديها لأي أم في الفترة اللي جاية؟ النصيحة الأولى والثانية والثالثة والعشرة هي التغذية السليمة. لازم تغذي ابنها صح، زي ما قلت لحضرتك مش المفروض إن احنا نديله كميه كبيره، لا انا محتاجه اهتم بالكواليتي. هو مش يعني مش بس انا الاكل ده بيمده بالطاقه، لا هو بيديله الحاجات اللي هتحفز جهازه المناعي، زي ما قلنا الاكل لازم يحتوي على الفيتامين سي وعلى الفيتامين دي وعلى الزنك وعلى الحديد وعلى الفيتامين بي، كل الحاجات دي مهمه وبتساعد وبتحفز جهاز المناعه بتاعنا، فدي حاجات مهمه جدا 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 لازم ننصح الام بيها. الطفل بقى المتعب اللي مش بياكل ده هنبتدي ان احنا نديله من بره سبلمنت، زي ما قلنا هنديله الحاجات دي في صوره ادويه ممكن ياخدها، ممكن نديله الكولوستروم، ممكن كمان نديله اللاكتوفير. تقصدي المكملات الغذائيه؟ المكملات الغذائيه. طيب نصيحتك ايه؟ طفل عنده بوادر اعراض لاي مرض معدي، هل الام توديه المدرسه ولا صح ان هي وخصوصا ان انت عارف حضرتك الدراسه سمعنا انها تبقى يومين، هل اليومين كده يعني تصر انها توديه ولا الافضل ما توديهوش؟ مش هنتكلم في كورونا، انا بتكلم في اي مرض معدي عموما. هي يعني لو شك ان عنده سخونيه او هو فعلا عنده سخونيه او تعبان، هو الافضل ان هي تخليه في البيت عشان ما يعديش حد من زمايله، وتهتم برضه بتغذيته. يعني ساعتها هنبقى محتاجين جدا 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 نهتم بتغذيه اكتر كمان من الاول. طبعا ده غير الاجراءات الاحترازيه، ده غير الاجراءات الاحترازيه، يعني يبقى مع حاجته الخاصه الكمامته والتباعد، واعتقد المدارس هتبقى يعني عندها الحرص ده، خصوصا ان احنا في السنه اللي فاتت ما راحوش اصلا. تمام. فهتبقى تجربه جديده عشان الموضوع ما يزيد. تمام. في النهايه بشكر حضرتك دكتوره هاي عصام مدرس طب الاطفال والتغذيه الاكلينيكيه جامعه عين شمس على كل المعلومات القيمه دي. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج الأجزخانة، آخر حلقة في الموسم الثاني، انتظرونا في الموسم الثالث قريبا إن شاء الله. دمتم سالمين.
هذا البرنامج برعاية